حديث الصورة يا عبد العزيز الأول تداول عدد من رواد مواقع التواصل لعدد من مدربي الكليات التقنية الحاصلين على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في المعرض الدولي للابتكارات الذي يقيم بجمهورية ألمانيا الاتحادية. من خلالها رفعوا العلم السعودي عالياً يعطيهم العافية وسط حضور عالمي كثيف للمبتكرين والمبدعين وبمشاركة أكثر من 800 مبتكر من 30 دولة من مختلف أنحاء المملكة. يكفي أنك تشوف العلم السعودي، والله غير مستغرب على أبناء المملكة قاعدين يسطرون إنجازات في كافة المجالات. يعني قاعدين نشاهد هالصور اللي تجينا شبه يوميا في أخباركم أو في مواقع التواصل الاجتماعي، فعلا حنا نفخر بهالشباب في المملكة إنه قاعد يحققون إنجازات، قاعد يرفعون العلم عاليا. مثل هالشباب اللي فعلا إحنا نقول عليهم هم اللي يمثلون شباب الوطن. صحيح، هم اللي يمثلون هالشباب اللي ذكرهم سمو ولي العهد، سمو سيدي ولي العهد، إنه همم الشباب تعانق عنان الشباب.